هو انا لقيت في عمود مجرد رأي بتاع الاستاذ صلاح منتصر في الاهرام دعوة ولية بيقول فيها ان الاغاني الحالية بقت لا لها مضمون ولا لها معنى، وانه بيناشدني ان انا اجمع اغاني عبد الحليم اللي غناها كلها في كتاب يبقى مرجع وارشيف ويعد لنا عصر الرومانسية. فأنا من الكلمة دي ابتديت أجمع كل حاجة قالها عبد الحليم، ابتداء من لما كان بيغني دويتو، يعني يغني في الأفلام صوت من غير صورة، اللي بتصور واحد وهو بيغني من غير ما تشوفوش. الحقيقة أنا لقيت في الكتاب دويتو لعبد الحليم حافظ وسعاد مكاوي أو عبد الحليم وفايدة كامل، ودي حاجة أول مرة أنا شخصيا أعرفها، أنه هو غنى دويتو مع فنانات كبار زي فايدة كامل أو سعاد مكاوي. قبل المشوار ما يبتدي بقى وقبل النجاح ما يتم، غنى في الإذاعة دويتات كتير قوي، منهم يمكن 10-12، وفي مع ناس مش معروفين وفي مع ناس معروفين، دول جمعتهم. وفي بقى اللي ما كانش معروف خالص برضو اللي غناه في السينما بدون تصوير، في فيلم للفاتن حمامة غنى أغنية كان اللي بتصور شخص غيره هو. فكل ده جمعته، والأغاني الوطنية عند عبد الحليم عامل أرشيف وطني يعني يكاد يكون مؤرخ لتاريخ مصر كله من أوله إلى آخره. وطبعا دي حاجات معروفة للناس، لكن في حاجات ما كانتش معروفة. فأنا جمعت ده كله في ديوان وضمنت فيه الأغاني اللي غناها في 16 فيلم بتوعه وآخرهم أبي فوق الشجرة، والأغاني اللي غناها في الإذاعة، والأغاني اللي غناها في السينما من غير ما يتصور، وأغاني الأفلام بتاعته بقى العاطفية كلها، وكذلك الأغاني الأرشيف الوطني اللي ملوش مثيل واللي محدش عمله واللي محدش هيقدر يعمله، لأن اللي اشتركوا فيه جميعا كانوا ناس عمالقة. يعني يكفي أن أنا أقول لك صلاح جاهين، يكفي أن أنا أقول لك عبد الرحمن الأبنوتي، يكفي ان انا اقول لك مرسي جميل عزيز. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقة البارود شدت على ايدين الجنود وتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي الكلام والبندقية تكلمي والنار وطرقات البارود شدت على ذهن الجنود وابتسمي. أستاذ مجدي، يعني أول قصيدة غناها عبد الحليم حافظ، وحضرتك قلت إنه هذه القصيدة اللي كتبها أمير الشعر الجديد الراحل صلاح عبد الصبور قصيدة لقاء. حضرتك قلت إنه هذه القصيدة مش معروفة، واللحن اللي غناها بيه عبد الحليم حافظ مش مشهور شهرة أغنياته الأخرى، يعني نتكلم عن هذه القصيدة وليه ما نالتش هذه الشهرة؟ لا، هي القصائد دايما ما بتاخدش نفس نجاح الأغاني العاطفية أو الأغاني الوطنية اللي نجحت الكبيرة، لأن القصائد بطبيعتها يعني تقيلة. هي القصيدة دي بس ولا هو في قصائد كتير لعبد الحليم ناجحة؟ في قصائد نجحت، لكن لقاء كانت أول بقى ما غنى عبد الحليم، ويعني ما لفتش نظر الناس بيها قوي، لكنها من أحلى القصائد اللي عملها. ما خدتش نجاح مثلا صافيني مرة، اشتهرت صافيني مرة على إنها أولى أغنياته. هو كمال الطويل كان أول واحد يغني له عبد الحليم في الإذاعة، والموجي كان أول واحد يغني له عبد الحليم في المسرح. يعني كنا بنخلف أغاني المسرح
عن أغاني الإذاعة. الموج شهر بصفيني مرة وعبد الحليم معاه علشان كانت أول غنوة بتغنى على المسرح في اسكندرية. أستاذ مجدي، مرحلة ما قبل الشهرة، يعني إحنا طبعاً قرينا كتابك اللي قبل كده عن عبد الحليم أعز الناس، وفي كتب كتير قوي تناولت حياة عبد الحليم حافظ ممكن إن إحنا نوافق عليها أو نرفضها، لكن أكيد أي كتاب عن عبد الحليم حافظ بيلقى نجاح جماهيري كبير جداً. وإذا كنا في مرحلة هي مرحلة الشهرة سمعنا عنها وقرينا عنها، نتكلم مع حضرتك عن مرحلة ما قبل الشهرة اللي شفنا فيها عبد الحليم حافظ بيغني دويتو مع فايدة كامل ومع سعاد مكاوي، وإحنا فعلا أول مرة نسمع ده. عبد الحليم أول ما اشتغل في الإذاعة اشتغل عازف فرقة الإذاعة على آلة الأبوة، وفي الوقت ده بقى ابتدى يتعرف إن الناس تستدعيه يغني في فيلم صوت من بلا صورة، إنه يعمل دوتات في الإذاعة، إنه يعمل الحاجات دي. وده كان قبل بقى ما ينطلق انطلاقته الكبيرة اللي ابتدت بقى مع فيلم لحن الوفاء وفيلم أيامنا الحلوة والأفلام اللي بعدها. عبد الحافظ الغنائي من الأغنيات العاطفية وأيضا الوطنية. أستاذ عبد الرحمن، أولا إزاي صحتك؟ إحنا يهمنا نطمن عليها دلوقتي. الحمد لله وألف شكر ليكي ولكل الناس اللي وقفت معانا يعني في الشدة، يعني الحمد لله، بس حب الجمهور كان واضح يعني. الحمد لله، يعني إحنا عبرنا ببركة الناس يعني وبركة دعاء الناس، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله على سلامة حضرتك. أستاذ عبد الرحمن، يعني حضرتك كتبت المقدمة لهذا الكتاب الأستاذ مجدي العمروسي كراسة الحب والوطنية، والحقيقة في هذه المقدمة رجعت بذاكرتك إلى سينما إنا، السينما الوحيدة والتذكرة اللي كانت بقرشين. وحضرتك اتكلمت عن نقطة مهمة قوي، هي احتفاظك بقرشين ونص عشان تشتري بنص قرش بس تعريفة يعني الكتيب اللي كان بيقدم ملخص للفيلم السينمائي لأغنياته لكتابها والملحنيها. وقلت أهمية هذا الكتيب الصغير اللي افتقدناه الآن هي أنه عرفك بكبار الشعراء والملحنين في أفلامنا. والله طبعا أشكرك أولا أنك ذكرتيني يعني بما هو في المقدمة. أولا المقدمة الأستاذ مجد العمروسي هو رجل صاحب فضل قديم على الجميع الحقيقة، يعني أنا واحد من جيش خدم يعني تحت حضرة الصول الكبير الأستاذ مجد العمروسي. أنا دايما كنت أقول أنه الأستاذ محمد عبد الوهاب أستاذ عبد الحليم حافظ دول اتنين محظوظين واخدين دعاء أمهاتهم، لأنه يعني ربنا أتاح لهم صديق زي مجد العمروسي وهبهم حياته عن طيب خاطر في الحياة وما بعد الوفاة ما بعد الرحيل. وطول ما مجد العمروسي على قيد الحياة وربنا يديله صحة، عبد الحليم عايش وعبد الوهاب عايش، وهم طبعا هيفضلوا عايشين في التاريخ وكل حاجة، لكن مش بال يعني مش بهذا النبض اللي كأنهم أحياء، إنه كل سنة ينزل شرايط جديدة، كل سنة ينزل إصدارات جديدة، فمخلينا في 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 حالة عبد الحليم وحالة عبد الوهاب. فهو قال لي يا عبد الرحمن، وهو يعني الحقيقة يستشيرني يعني دايما يتونس برأيي كده، فقال لي إن الأستاذ صلاح منتصر قال كذا كذا كذا، وأنا خلال الشهرين اللي ما كلمتكش فيهم دول جمعت وعملت الكتاب وكده. هو عمل طبعة أولى من الكتاب، وبعدين بصراحة أنا اقترحت عليه إنه يعمل طبعة فاخرة، يعني قلت له إنه يعني ممكن دوكا تبقى شعبية وتنزل للناس بسعر رخيص، إنما من حق عبد الحليم إنه لما يتواجد في إيدينا يتواجد في هذه الطبعة الجميلة جدا، طبعة فاخرة فعلا وباللوحة بتاع جمال كامل المعروفة المشهورة. حضرتك بالعودة يعني لقيمة انه يتجمع ديوان عبد الحليم حافظ، انا بسميه ديوان عبد الحليم حافظ، وانا بعتبر ان احنا كلنا الشعراء اللي عملنا هذا الديوان كنا ضيوف على عبد الحليم، لانه في الواقع احنا كتبنا هذه الاشياء بتحريض من عبد الحليم،
بمعنى انه لو عبد الحليم، لو ما فيش عبد الحليم ما فيش احضان الحبايب، ما فيش الهوى هوايه، يعني اكتبها لمين يعني؟ حليم حافظ، يعني يمكن الاغاني الوطنيه اللي حضرتك كتبتها اغاني بتثير احساسنا بالوطنيه، لكنها ليست اغاني الشعارات، يعني حتى يمكن موسيقاها فيها حماس لكن فيها ايضا مخاطبه لشعورنا. ازاي الاغنيه الوطنيه بتنجح ككلمه وكلحن وكاداء في انها تخاطب شعور الانسان حتى يشعر بهذه او يجسد مشاعر وطنيه بداخله؟ والله عاوز مدام خديجة قبل ما ابتدي اكلمك عن دور صلاح جاهين وكمال الطويل في حياة عبد الحليم، لان ده دور اهم من الدور اللي انا لعبته، لان هم من ايام احنا الشعب لحد يمكن صورة، لا بعد صورة، يعني هذه الرحلة الجامدة اللي فيها بالاحضان والمسؤولية ويا اهلا بالمعارك و يعني والاغنيات الباقيه بتاع صلاح زي على راس بستان الاشتراكيه. عايز اقول لك ان صلاح جاهين هو اللي اخترع لعبه ان الغنى الوطني يبقى عاطفي، يعني انك انت تحب الوطن، يعني الراجل هو بيقول افتح صندوق العيد وادي الحلوه مرايه، يعني ازاي دي في غنوه، ازاي دي في غنوه وطنيه زي على راس بستان الاشتراكيه مثلا، او بالاحضان، شوف انت بالاحضان مثلا، او صوره، كلنا كده عاوزين صوره. فهو ازاي يعني نسج بين مشاعر الامومه ومشاعر الوطنيه؟ ما هو كده دايما يعني بالاحضان، يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غنيوه في دمي، على صدرك ارتاح من همي وبامرك اشعلها نيران. فالمفارقات دي بين يعني، فصلاح بصراحه صلاح والحان كمال الطويل، هذا الرجل الشيك البيه كمال ده بيه، منين جت له يعني القدرة دي على التجول في الأحياء الشعبية والتقاط النغمات الشعبية؟ أنت لما تسمعي المسؤولية ولا أهلا بالمعارك وتشوف الزفات الشعبية اللي معمولة بالطرمبيطات، وبتحس إن ده كان ساكن عند حسب الله نفسه كمال الطويل، فكيف؟ وبعدين مسألة إنه عبد الحليم موسيقي، كان مسهل على أي موسيقي ان يعمل اي خاطر يخطر له، لانه معاه واحد فاهم مزيكا بشكل كويس، مش هو هيقولك لا لا الحكايه دي تخوفه، تقول له لا بس استنى هتبقى حلوه، لا يعني عبد الحليم. وبعدين عايز اقول لحضرتك كان بيفهم في الكلام، ولازم نعرف ان كتير من الغنى اللي بيغنيه عبد الحليم هو مساهم فيه بكلام كتير، وبليغ مساهم فيه بكلام كتير، لانه يعني بليغ اصلا كان ظاهره كمان عامل زي الرحبانية، الخاطر الموسيقي بيجي بالخاطر الكلامي أو الغنائي في نفس الوقت، كلام وموسيقى. وأنا أذكر أنه في موال النهار بنشتغل أنا وعبد الحليم، كانت النكسة طبعا، كنت مصر يعني الحزن، يعني مصر ما عرفتش، ما أظنش أن مصر عرفت أيام حزينة زي أيام النكسة دي، بالذات الأيام الأولى. فاحنا كل يوم بنتقابل ونمصمص كده، يعني نأسف كده، يعني مش عارفين نبص في وش بعض كده كويس. عبد الحليم بيقول لي بعدين يا عبد الرحمن يعني هنسكت؟ قلت له لا مش هنسكت، بس انا معايا كلام خايف اقوله لك ترضاش تقوله. قال لي لا بس قوله. ورحت مطلعه كده، قلت له عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، وبلدنا على الترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين يقدر ينسيها الصباح أبو الشمس بترش الحنين؟ أبدا بلدنا للنهار إلى آخر الغم. ففي ريح بالغنوة جدا يعني، وبليغ قعد بليغ يشتغل، جه بليغ عند يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، قال أنا عاوز جملة قد أبو النجوم الدبلانين. يا بليغ احنا في نكسة، احنا بنألف ولا بنلحن؟ احنا يعني حاجة دفقة شعورية طلعت وخلصنا يعني. قال لا، يغيب بليغ يلف يلف، لا عاوز جملة قد أبو النجوم الدبلانين. انا اشطح بالخيال بقى اجيب فين بعد النجوم الدبلانين دول، يعني حاجه 3 ايام بالطريقه. فجاه عبد الحليم قال لي
ابو الغناء والمجروحين يا اخي، مش كلامك ده يعني. شوفي اعتصرني لدرجه انه ما تقدريش تقول ان ده مش كلام الابنودي، ابو الغناء والمجروحين، ودي جمله عبد الحليم مش جملتي. وقد كان عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان ندوه السكه شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكه شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغنا والمجروحين، أبو الغنا والمجروحين، يقدر ينسيها أبو شمس بترش الحنين. الأغنية الدينية أيضا في كتاب حضرتك أو الديوان اللي جمعت فيه أغنيات عبد الحليم حافظ وأشعاره الغنائية، الأغنية الدينية وموقعها من أغنيات عبد الحليم حافظ، إلى أي مدى كان بيهتم بيها وفي أي المناسبات قدمها ونسبتها قد إيه من أغنياته؟ هو عمل 16 دعاء ما حدش قدر يوصل لهم لغاية دلوقتي أبدا، وال16 دعاء دول الفضل فيهم كان للراحل محمد علوان والسيدة الفاضلة أمال، مرات محمد علوان كانت وقتها أمال فهم، هم السبب وهم اللي خلوه يعمل ال16 دعاء دول، ودول كتبهم مصطفى عبد الفتاح مصطفى ولحنهم محمد النوجي كلهم. ولما يقول فيهم عبد الحليم كلمة يا رب ما حدش يقدر يقولها أبدا. يا رب للندى والنور
الروحان يغني ويرقص للندى والنور لا مال ولا جاه ورزقه في الغطاء الله 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 الله.